السلام عليكم متتبعي قناة أكرمتك، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نجرب واحد لاباري اللي توصلنا بها، سميتها انسل باتري تيستر. هذا لاباري مهمة بزاف وإفيكاس بالنسبة للتيست ديال لي باتري. اليوم غادي ندير واحد التيست على دو باتري، واحد ديجا كنستعمل والثاني باقي جديد. هذاك اللي كنستعمل كان مرة تيديماري الطوموبيل ومرة لا، ولكن ما عرفش بالضبط المشكل اللي كان واقع عليه. كيف كتشك عندي سي صاف كوي ديال ديشارج في الطوموبيل هو اللي كان تيديشارجي ليا لا فاتور. جربت لو سيركوي ديالي كامل، لقيت حتى حاجه ما تديشارجي لا باتري. جربت بالملتيمتر وبلامبيرمتر ومالوغوزمون ما لقيتش المشكل بالضبط. ولكن ملي خديت هاد لاباري هادي درت التيست ديالي، وملي درت التيست ديالي عرفت بان هاد لاباتري اللي عندي هاد الاولى هادي كان خاصها تبدل. دونك هاد لاباري هادي شنو تتيستي بالضبط؟ تتيستي ليك لا سونتي ديال لاباتري، يعني الصحه ديالو شحال باقا ولا الشارج ديالو ولا ريزيستانس ديالو. ولكن انت في الاول خصك تدخل لي بارامتر ديال لاباتري ديالك عاش يمكن لك تلونسي التيست. مثلا غنديرو التيست على هاد لاباتري هادي. هاد لاباتري هاد سيدي فيها 12 فولت 90 اش 566 720 سي سي اي، يعني لا كاباسيتي اللي تبقى شاده لو ستوكاج ديال الباتري. الثانيه اللي جديت هي هذه فيها 895 اش، يعني فايت هذه اللي كانت عندي بخمسه. دابا غنبداو في لو تيست ديالنا. تناخذوا لاباري تنديروا لو بلوس على لو بلوس والماء على الماء ايفا تنديروها تتشعلنا لاباري. الوغ هنا في لاباري سيدي عندنا خمسة ستة ديال لي منيو. عندك كويك تيست باتري ان فيكول، يعني الثانية يعني تيستي لاباتري وهي راكبة في الطوموبيل. الثالثة تيستي لاباتري بوحدها معاك ماشي في الطوموبيل، تشوف الداتا ديالك يعني المعلومات اللي سجلتي، يمكن لك تامبريميها وهنا يمكن لك تبدل اللغة وكلشي. غادي نديرو ان تيست ديال لاباتري اوت اوف فيك، يعني ما راكبش في الطوموبيل. اونتري ريغولار فلود، يعني تيصيفط لها واحد لاطاك ديال الفلود باش يتيستا واش لا كاباسيتي ديال باش شدنا لا شارج مزيانه ولا لا. اوكي هاد لاباتري اللي عندنا سي ان تيب سي سي ا، ها هي. دونك غنختارو هنا في لاباري فوالا سي سي ا، نديرو اونتري. شحال عندنا هنايا؟ 720، دونك 720 سي سي ا. بغا يبدا التيست ديالو. فوالا دونك كيف مشتو هنا في الاول عندنا لا هيلتي هي لا سونتي 17% يعني ميتة. لا شارج فيها 98 مشارجيها 100% تقريبا، يعني إلا جربنا دابا بالملتيمتر غنلقاو الفولتاج ديالها هي 12.8 فولت و 12.6، ولا ريزيستانس انترن ديالها هي 9.78 ميغا اوم. ولكن لا سانتي ديالها ما تقدرش لا شارج، يعني يمكن لك هذه ديماري بها جوج مرات ثلاثه وتخوى غابيدمون 17%. وهنا السيستم تكتب لنا تيقول لك ريبليس، يعني خصك تبدل هاد لاباتري هذه. هاي ندوزو سيدي للتيست ديالنا الثاني. هادي سي اون باتري جديده يلاه شريناها ديال هيونداي سانتافي. نديرو التيست ديالنا حتى هي اون باتري مراكباش في الطوموبيل اوت اوف فيكول. اونتخي ريغول فلودر حتى هي سي سي ا. شحال عندنا؟ 830 في بلاصة 720 طلعت 830. نديرو التيست ديالنا اونتري. فوالا إلا شفتو هنايا عندنا الهيلتي 71%، قبيلة كانت عطينا 98%، مي دابا في لاشارج ديالها تحرقات في الطريق، حركنا في الطريق بزاف، السيفة شابطات 71% على حساب.
عند الهيلتي ديالها 71% ولا شارج 85% لا ريزيستانس 4.5 مليون ملي امبير. واذا شفتوا هنا كتبنا جود باتري يعني راه مخيره مزيانه. دونك فوالا هذا هو لاباري ديالنا هي هذه. لو بري ديالها تقريبا داير شي 50 دولار 500 درهم ولا 600 درهم مليه، ولكن هنا غتكون تتباع بكثر غير باش مهم تكون عند الانسان في الدار عنده ولا عند لي الكتريسيان ديال لي فاتور باش يديروا بها لي تيست ديالهم في المحلات ديالهم ولي افيكاس. شكرا لكم ونتمنى هاد لا فيديو تعجبكم. ما تنساوش دير لايك ديالكم بارطاجيو لايكيو وسيرتو بارطاجيو في لي جروب ديالنا ديال الفيسبوك. السلام عليكم.